إذن ينضم إلينا من القدس السيد أوفير جندلمان المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي. أهلا بك معنا سيد أوفير. يعني بمتابعتك لكل ما يجري منذ يوم أمس، هذا التصعيد غير المسبوق أيضا، العملية التي قامت بها حماس يوم أمس، أيضا التصعيد خارج قطاع غزة وداخل إسرائيلي في يعني جنوب لبنان، بين جنوب لبنان والشمال الإسرائيلي، كيف تصفه يعني بشكل عام بالمقارنة إلى الرد الإسرائيلي حتى الآن، رد فعل الإسرائيل حتى الآن في وقت يتحدث فيه الجميع عن فشل استخباراتي، فشل أيضا أمني؟ أولا، حماس أرادت هذه الحرب وهي خططت لها منذ فترة طويلة. هي خططت لاجتياح السياج الحدودي ولاقتحام القرى المتاخمة لقطاع غزة وقتل سكانها، وهذا ما شاهدناه أمس. شاهدنا مجازر مروعة، شاهدنا قتل أطفال في أسراتهم، شاهدنا ذبح عائلات بأكمالها في منازلها في مطابخها، وشاهدنا صورا مروعة. أعتقد بأن كل شخص في العالم كان يشاهد هذه الصور والمشاهد التي بثت مباشرة على يد هؤلاء القتلة الإرهابيين الهمجة الذين ذبحوهم، يدرك تماما ما هي همجية حماس، وهو يقف إلى جانب إسرائيل في حربها العادلة على هذا التنظيم الإرهابي الشرس. فهذه الحرب مستمرة، نحن ندك وندمر أوكار الإرهاب في قطاع غزة. هذه العملية سوف تستمر وهي قد تكون طويلة الأمد. نحن لا نتوقع بأننا سننهي العمل خلال يوم أو يومين. أولا، يجب تطهير أراضينا من باقي الإرهابيين الذين تسللوا إلى القرى والمدن في الجنوب. تم قتل أكثر من 450 منهم، تم أسر العشرات، وهذه المعارك لا تزال تستمر، يتم تطهير هذه الشوارع من هؤلاء الإرهابيين. لكن سيد أوفير، يعني هل تعتقد أنه يعني من السهل اتخاذ أي رد فعل إسرائيلي يعني للقيام بكل ذلك كما تتحدث؟ ستقومون بالتطهير، ستقومون بالرد، وسيكون التصعيد متواصل لا نعلم إلى متى، لكن يعني ما قامت به حماس منذ يوم أمس حتى الآن لا يوجد أي رد فعل إسرائيلي كما كان سابقا. يعني حتى الآن ربما تبدو إسرائيل في حالة صدمة، أليس كذلك؟ وبالتالي هل هذا يعقد أي خيارات قد تقوم بها؟ لا، إسرائيل تفعل ما فعلت به دائما، هي تستهدف أبراج ومواقع ومقرات قيادة حماس، ولكن العملية سوف تستمر. يعني ما كان لن يكون، يعني بدون شك ستكون هناك إجراءات أخرى، وقواتنا تحركت سريعا وهي لا تزال تعمل على الأرض على قتل هؤلاء الإرهابيين، وشاهدنا صور أسرهم واستسلامهم أمام قواتنا. يعني المفاجأة هي ضد المدنيين العزل. هل كان أحد يعتقد بأن والد يستطيع أن يحمي عائلته من خلية إرهابية مكونة من 20 إرهابي يشهر سلاحه أمام وجهه ويقتله على الفور أمام أعين أطفاله؟ يعني هذه هي الصور، والعالم يقف إلى جانب إسرائيل الآن وهو يدعم هذه العملية التي ستكلف قطاع غزة وحركة حماس الإرهابية كثيرا. بالنسبة لهذا التصعيد المتواصل، ونحن نشاهد الآن التطورات أيضا من جنوب لبنان على الحدود مع شمال إسرائيل، يعني كما سألتك قبل قليل، ألن يعقد ذلك يعني الردود، أم أن إسرائيل قادرة على أن تذهب بأكثر من اتجاه في أي رد فعل؟ شاهدنا القذائف التي أطلقها حزب الله على مواقع في شمال البلاد هذا الصباح، كان هناك رد فعل إسرائيلي فوري على هذا الاعتداء، ونحن طبعا نستمع إلى التصريحات التي تأتي من قيادات حزب الله. نحن مستعدون لأي طارئ، مستعدون للقتال على عدة جبهات، لا مشكلة لنا في ذلك. حماس أخطأ في تقديره، إنها اعتقدت بأن إسرائيل ضعيفة وهشة والجيش ليس قويا. لا، نحن نرى الآن ما هي قدرة إسرائيل العسكرية، وهذه هي مجرد بداية البداية.
لكن يعني لا أحد ينكر أن ما حصل يوم أمس وكان صدمة بالنسبة لإسرائيل، وبالتالي يعني بقيت ربما بالبداية هي صامتة، لم يكن لديها أي رد فعل. هل هنالك ما تخشاه إسرائيل من أي تصعيد؟ وخصوصا يعني عندما نتحدث عن أسرى جدد أيضا اليوم، يعني تعلن كتاب القسام عن وجود أسرى جدد ستعلن عنهم يعني لاحقا. أنا لا أصدق كل ما تقوله حماس، يعني هناك دعاية حمسوية منظمة، أنا لا أصدق هذا الكلام، ونحن نحقق في كل هذه المزاعم. المهم هو بأن إسرائيل تحركت سريعا، وكل دولة كانت تقف أمام هذا الاجتياح الوحشي وقتل المئات من مواطنيها في بيوتهم كانت تشعر بصدمة. ماذا كان رد فعل أي دولة أخرى في هذه الحالة؟ أعتقد بأن الصدمة كانت نفس الصدمة، ولكن إسرائيل مستعدة وإسرائيل متعودة على القتال. نحن في نهاية المطاف الدولة العظمى الكبرى في هذه المنطقة، لنا قدرات عسكرية لا يمتلكها أحد، ونحن سوف نستخدم كل هذه القدرات. لكن كان مفاجئا سيد أوفير، يعني عندما إسرائيل طالبت بضرورة رفع كفاءة القبة الحديدية ومزيد من الدعم لعدم مقدرتها لصد هذا الكم من الصواريخ الذي يعني كان منذ يوم أمس عليها، يعني ما الذي نتوقعه الآن من رد، وخصوصا يعني رد فعل الحكومة الإسرائيلية منذ يوم أمس؟ نتنياهو يعلن حالة الطوارئ أو حكومة الطوارئ، يحاول جلب المعارضة إلى جانبه أيضا. هل تتوقع في ظل كل ذلك سيكون هنالك رد، أو ستتوقع من حماس أي شيء آخر؟ نحن نتوقع من حماس أن تستمر في عملياتها، ونحن طبعا مستعدون لصد هذه الاعتداءات. حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ، تم اعتراض معظمها، وعدد المصابين في صفوفنا نتيجة سقوط هذه الصواريخ وعدد قليل للغاية. والدفاعات الصاروخية الإسرائيلية مستعدة وهي جاهزة لاعتراض المزيد من الرشقات الصاروخية، لا مشكلة في ذلك. المهم هو التالي، يجب على العالم العربي أن يفهم، حماس فتحت أبواب جهنم على قطاع غزة، هي أرادت أن تدمر إسرائيل ولكنها ستدمر مرة أخرى قطاع غزة، والطرف الذي سيدفع ثمن هو سكان القطاع. أما حماس فهي تدفع كل الثمن على هذه الجرائم. الضوابط والقيود التي كانت في الماضي لن تكون سارية المفعول الآن. يعني سيدفع كل ثمن، إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا التصعيد الإسرائيلي سيد أوفير؟ التصعيد ليس إسرائيليا، التصعيد هو حمساوي بحت، هذا هو قرار حمساوي لشان هذه الحرب على الجنوب وقتل المئات من مواطنينا. قولي لي أنت، أي دولة في العالم كانت تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المجازفة؟ سميلي دولة واحدة. طيب، يعني عندما نرى ما يجري على الحدود الجنوبية للبنان مع شمال إسرائيل، يعني كان البعض يتوقع أن يكون هنالك تدخل وتضامن من جهات خارجية، كيف يمكن أن يعني تتصرف إسرائيل بهذا النوع، وهل يمكن أن يكون هنالك رد بشكل آخر ربما خارج هذا النطاق، خارج قطاع غزة والداخل الإسرائيلي؟ هذا منوط بما سيحدث على الحدود الشمالية. إذا كان هناك اعتداء آخر من الشمال طبعا سنرد بكل قوة، يعني الجيش تحرك فورا على القذائف التي أطلقها حزب الله على مواقع عسكرية في الشمال. لكن ماذا يعني استدعاء جنود الاحتياط أيضا؟ نعم، تم استدعاء عشرات الألوف من جنود الاحتياط، لدينا جيش كبير جدا، وفعلا هناك أعداد كبيرة جدا من المتطوعين الذين معفون من الخدمة العسكرية، ولكنهم يريدون أن يلتحقوا بوحداتهم القديمة. فهذا هو دليل على متانة الجمهور الإسرائيلي وعلى صلاباته وعلى صموده وعلى غربته في مواصلة القتال حتى تخفيف النصر. أشكرك من القدس السيد أوفير جندلمان المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي.